استاذ عمرو. اهلا بحضرتك. استاذ عمرو، كابتن جمال بساله ليه الاكونت بتاعك كتب البوست ده، قال لي انه اتبعت لي رساله بعد ما اتعمل لي اد من الناقد الرياضي الكبير عمرو الدردير، فعملت اكسبت. قال لي لو عايز تدخل على جروب الصحفيين كده دوس على اللينك ده. دوست على اللينك، فجاه الاكونت بتاعي اتسرق ونزل البوست ده. الحقيقة فعلا أنا حصل كمان معايا نفس الأمر، يعني أنا برضو من حد صديق ليا، برضو صديق لينا إعلامي، برضو بعت لي نفس الرسالة فقال لي دوس على اللينك، دوست على تمام. اللينك، اتسرق الحساب بتاعي أنا كمان. فالحقيقة ما أعرفش مين الهاكرز ده اللي بيدخل على المشاهير وبيسرق حساباتهم، أنا مش فاهم إيه اللي حصل ده. أنا لغاية دلوقتي مش عارف أستعيد الحساب بتاعي، طب وفي أي بوستات نزلت عندك؟ انا مش عارف استعيده عشان اكتب حاجه، مش بس هو بيبعت للناس ومن خلال الحساب بتاعي أيوه. بيسرق حسابات غيره، ايوه يعني مفهوم. وهيسرق اكونت دلوقتي جمال الغندور، هيروح باعت من اكونت جمال الغندور لحد اخير يسرق منه. وهكذا. وهكذا. وهكذا وضحت. طيب يعني ربنا يرجع لك الاكونت بالسلامه. حبيت بس اسال خلاص. حضرتك علشان محدش يفهم القصه بشكل خاطئ، اسمع القصه من حضرتك يعني ربنا يخليك يا كابتن. باذن الله. طيب انا عايز اسالك على انتصار الزمالك امبارح والتاهل للدور المقبل، دور المجموعات. بدايه قويه للزمالك ذهابا وايابا في دور في الدوري ابطال افريقيا، شفتها ازاي؟ والله الحمد لله، هي فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت، هي بداية طيبة للزمالك ان يفوز 5-0 ذهابا وإيابا على تذكر الكيني، بطل الدوري الكيني. هي مباراة كانت بالتأكيد صعبة، او البداية دايما بتبقى صعبة، لكن الزمالك الحمد لله نجح في البداية دي وظهر بشكل جيد وأدى عرض جيد سواء في الذهاب او الإياب ببرج العرب. ان شاء الله الزمالك يكون مستقر فنيا السنه دي، كلنا امل في ده. يمكن اللجنه المكلفه باداره نادي الزمالك نجحت نجاح باهر في انها تجدد لكارتيرون ل3 سنوات، ويمكن ده انا اعتقد ثمار التجديد لكارتيرون، لان في استقرار فني، تمام وانت عارف الاستقرار الاداري بيولد استقرار فني. مظبوط بكل تأكيد. بشكرك جدا استاذ عمرو، نورتنا من خلال هذه